مع tomorrow أو next tomorrow أو next أو I think أو in وسنة لسه هتيجي زي 2030 مثلا، أو in the future في المستقبل. كده أنا بستخدم will زائد المصدر، بستخدم will زائد المصدر. المصدر. طبعا عندي الأبصرف اللي ال هي اختصار لويل، وقلنا النيجاتيف منها هو won't اللي هي will not، won't اللي هي will not. نوت. كده نبص الجملة زي ديت، بقول they will travel to Aswan tomorrow، هختار tomorrow لو هو مديني will، وهختار will لو هو مديني لو انا tomorrow، مديني تمورو وهقول له will ده هيات بيجي لي بعدها الفعل في المصدر، يبقى بقول له travel بس مش traveling ولا travels ولا traveled، يبقى will مصدر، will مصدر، will مصدر وبعدها الفعل في أسفل. المصدر. طيب يبقى إذن لوجود كلمات زي tomorrow أو in the future أو next هختار will والمصدر اللي هي زي سي لو في شيء، لو كان في شيء أي أو في هي أو أي إف. حاجة، كله will مع كله، will مع كله زي ديد كده، زي ديد مع كله مع مفرد وجمع، يبقى أقول له I will، he will، she will، they will، عمر will، جودي will، كله will. تمام، هي كلمة وبس، ويل مصدر، ويل ومصدر، ويل ومصدر. طيب لو عندي سؤال أوله ويل، إجابته ويل أو وونت. أهي لو أنا بقول لك ويل يو، هتقول لي يس أي ويل أو نو أي وونت. ويل هي، يس هي ويل أو نو هي وونت. يبقى إذا لو السؤال بويل هجاوب بويل، زي لما كان عندي السؤال بديد كنت بجاوب بديد، السؤال بدز بجاوب بدز، السؤال بآر بجاوب بآر، السؤال بويل أجاوب بويل. منساش منساش إن ويل بعدها مصدر، ويل بعدها مصدر، بستخدم ويل والمصدر إمتى؟ في حالة وجود كلمات تدل على المستقبل زي tomorrow أو next أو in the future. تمام، بس كده ده اللي أنا عايزك تعرفه في جزئية المستقبل. تعال نشوف، بيقول لي في نمبر 1 هنا زي ويل نقطة ترين، زي ويل اترين، هقول له ويل ايه؟ تيك تيك. تيك ليه؟ لأن ويل وبعدها مصدر مصدر، مصدر والمصدر هنا اسمه تيك. ها، أمير نقط sit by the window، he doesn't like that، ما بيحبش كده، يبقى won't sit، مش هيقعد جنب الشباك لأنه ما بيحبش كده، يبقى he doesn't، هي هنا he won't، he won't sit، مش هيقعد. How use English in the future، how in the future، طب مديني in the future يبقى أنا عايز will. طب هل هي you will ولا will you؟ ما will you في السؤال، will زائد الفاعل، will زائد فاعل، يبقى how will you، how will you. they will visit the pyramids، قال will visit سوف tomorrow yesterday ولا tomorrow ولا a week ago، ده ماضي وده ماضي، انما الصح عندي ان انا اقول له tomorrow، يبقى هنا اهوت لوجود will هقول له tomorrow. will he take، بقول no he won't، yes he will أو no he won't، yes he will أو no he won't، yes he will أو no he won't. ده بالنسبة للي أنا هعرفه في يونت 6، غير كده مش عايزك تعرف حاجة، خليك في اللي احنا قلناه من أول السنة. إذا بداية شغلك هيكون في الشيت بتاعنا زي ما احنا شغالين، الشيت اللي هو موجود معاك بإجاباته. تمام، مطلوب من سيادتك تراجع فيه كويس كل نقطة موجودة فيه، اللي هو ده كلنا جبناه. تمام تمام يا سيد. تمام، اديني هنا مثلا في الصفحة الأولى هنا أهوت، هلاقي مديني مراجعة كلمات، أهم الكلمات مثلا اللي في اليونت الأول اللي هو كان يونت 3 اللي احنا راجعنا عليه قبل كده وامتحنا عليه مرة. تمام، أيوه، جزئية الضمائر
اللي هذا ضمائر الفاعل وصفات الملكية. كنا بنقول my, mine, his, his, her, hers, our, ours, your, yours, their, theirs, my pen يعني my, your keys معناها yours. أخذنا كمان رجعنا في اليونت ده على الباست سيمبل تنس، زمن الماضي البسيط. الماضي البسيط يعني الفعل اللي آخره دي أو اي دي أو اي اي دي، أو الفعل الماضي بالنسبة لفيرب تو بي اللي هو was aware. was aware أشهر الجمل اللي كانت عندي، الناس تركز شوية اللي بيلعب ده. أشهر الجمل اللي كانت عندي وممكن تقابلني في الامتحان، سواء محادثة، سواء listening، سواء قطعة، سواء جمل اختياري جرامر، سواء جمل ترتيب، أهو ancient Egyptians used scribes. ده أنا ما فيش يسير يسترداي، ما إن شاء الله ما في. ده أنا بتكلم عن ancient Egyptians، قدماء المصريين. هم قدماء المصريين عايشين معنا دلوقتي؟ لا لا، ده ماضي. يبقى used، استخدموا scribes الكتبة، مهمة جدا scribes دي. استخدموا scribes to write down عشان يكتبوا كل حاجة كانت بتحصل. they wrote كانوا بيكتبوا in hieroglyphs باللغة الهيروغليفية. مينا joined the two parties of Egypt، وقلنا he united them، united the two parties، واحد الجزئين أو القطرين اللي هو الأبر إيجيبت واللور إيجيبت. طيب هلاقي عندي مديني هنا أهم الباراجرافز اللي موجودة في اليونت الأول. أول باراجراف مهم عندي كان بيتكلم عن my community. my community المجتمع بتاعي. باراجراف تاني my governorate المحافظة بتاعتي. واحد تالت كان بيتكلم عن الميوزك in Egypt، الموسيقى في مصر. دولت موضوعات مهمة في الوحدة الأولى. هلاقي بعد كده السير جايب لي ملخص الوحدة الخامسة، أهم الكلمات اللي قابلتنا في يونت 5 المفروض حفظناها كلها، ولسه مخلصين حالا مراجعة البريزنت سيمبل، وكمان جزئية الملكية مع هي وشي وزي. هقول هنا هو مع هي وشو إت، بستخدم الإس زي ما أقول جميلة. wakes up at 7 o'clock ده مضارع عادة، يبقى مضارع بسيط، يبقى wakes. she brushes بتنظف سنانها أو بتنظف سنانها هنا بالفرشة كل يوم. he cries when he is sad. when he is مضارع يبقى هنا مضارع، مضارع يبقى هنا مضارع. أهم الكلمات اللي بتعبر عن الزمن ده هي every day أو every week. أي every، أي every، كل يوم، كل أسبوع، كل سنة، يبقى بستخدم S أو ES أو IS مع الهي والشي والإت. مع الهي والشي والإت. تمام؟ طيب عندي بعد كده قلنا لو بتكلم على لارا يبقى هير. وائل ده مذكر مفرد يبقى هز. طب لو قلنا both children الطفلين يبقوا ذير. neither of children ولا واحد من الأطفال برضو ذير، لأن أنا ما أعرفش هو مين، هو مذكر ولا مؤنث، هو ولد ولا بنت، يبقى بقول له ذير. each of children ذير برضو لأن أنا ما أعرفش هو مذكر ولا مؤنث. أهم الباراجرافز اللي كانت عندي في اليونت الأخير قلنا our natural resources اللي هي المصادر الطبيعية. الباراجراف الثاني solar panels in the desert اللي هي الألواح الشمسية واستخدامها في الصحراء. التيم ورك العمل الجماعي، وده مهم جدا كقطعة أو باراجراف. non renewable energy الطاقة غير المتجددة. باجي بعد كده بلاقي هنا ايه، نركز شوية بقى في الجزء ده. دي جزئية الباراجرافز اللي موجودة في الوحدات كلها اللي هم الوحدتين مطلوبين مني أو الثلاثة. هنا هلاقي عندي مديني قطعة بتتكلم عن ancient Egyptians اللي هي المصريين القدماء بكل معلومة كانت مطلوبة مني. مجرد قرايتك للقطعة، مجرد قرايتك للقطعة هيفيدك كتير. ازاي؟
لو مش هيفيدني في جزئية الرايتنج الكتابة كباراجراف، هيفيدني في جزئية الريدنج لو جاية لي ده هي تريدنج قطعة وحل عليها أسئلة. لو جاية لي استماع وكمل، استمع وكمل، هتفيدني. لو جايبها لي قطعة مفرغة وبيقول لي كمل بكلمة، لو جايب لي منها جملة ترتيب، يبقى إذن قرايتي للجزء ده مهم جدا. وأنا هنا جبت لك أهم القطع اللي موجودة عندي في الوحدتين. بتكلم عن ancient Egypt، بتكلم بعد كده برضو إن هنا هوت جزئية الميوزك in Egypt، جزئية الرينيوبل ريسورسز المصادر المتجددة، التيم ورك باراجراف اهو جاهز عن التيم ورك اللي هو العمل الجماعي او عمل الفريق، كوميونيتي اللي هو المجتمع. جايب لك صوره لباراجراف، صوره لايميل، صوره لايميل، صوره لايميل عشان ما تتخضش. فرضا قال لي اكتب تو فروم وسبجكت، وهنا قلنا الشكل ده هو كده الجزء ده كده باراجراف اهو، وهنا بس زودنا له تو فروم وسبجكت ودير ويورز، دولت اللي زودتهم عشان يبقى اسمه ايميل. طيب بصير هو ممكن يجي لي في الامتحان ايميل؟ لا ان شاء الله، لا مش هيجي لي ايميل ولا حاجه، ولكن احنا عرفنا هو بيتكتب. جه النهارده في البدوي في التكنولوجيا ايميل، ده في التكنولوجي ما فيش مشكله، يقول لك هو ده شكله ايه ولا بتاع حسب التكنولوجي، لكن انك تكتبي انت الايميل صعب شويه علينا ان احنا نكتب ايميل دلوقتي. اخرنا هنكتب باراجراف. حاجه تانية برضو عايز انبه عليها، من الممكن، من الممكن ان يجي لي باراجراف اوت اوف دول خالص. يعني ايه يا سير باراجراف اوت اوف دول؟ يعني ممكن يجي لي يقول لي مثلا عندك كلمه زو، وعندك كلمه لاست ويك، وعندك كلمه انيمالز، واكتب لي زياره للزو بس كده. بس كده عشان اقول له مثلا last week I went to the zoo, I went with my family, we went by car, I saw a lot of animals, I was very happy, we had lunch there. تمام، اللي هي الجمل العادية السهلة الخفيفة البسيطة، موضوع موضوع باراجراف عادي ده في كونكت بلس. انا بتكلم عن البلس اللي هو يوم 9. تمام، دي كل الباراجرافز المهمه بالنسبه لي. بعد كده هلاقي عند الجزء اللي زي ده، يا سير هو احنا ما شفناش ده قبل كده؟ ماشي يا سير، ما تردوا شفنا ده ولا ما شفناهوش قبل كده؟ شفناه. ما دي الحاجات اللي احنا حليناها قبل كده، مجرد ان اقراها بس كده عشان نسترجع المعلومات اللي كنا عرفناها عن السكرايبز، عن النيبر هود الكوميونتي. الكلمات دي كانت مهمه بالنسبه لنا، الجفرنريتس، زير ار 27 جفرنريتس ان ايجيبت، اوكي، اللي هي الجمل العاديه البسيطه، مراجعه جزئيه الجرامر اللي كانت عندي في يونت 3. وبعد كده دي كل الجمل دي، الصفحات ده اهي، الصفحه دي او دي، خلي بالنا بقى اهو الصفحه دي، دي ده كله احنا حلينه مع بعض في الحصص في الكتاب معانا، ده كله حلينه في الكتاب مع بعض كل ده. تمام، هاجي بقى للسيمبل تيست اون يونت 3. عايز شويه تركيز الخمس دقايق دول، عاوز شويه تركيز الخمس دقايق دول. ورقه امتحاني في كونكت بلس اللي هو نص السنه عباره عن ايه يا سير؟ عبارة عن ورقتين. الورقتين فيهم ايه؟ فيهم السؤال الاول بيقول لي سن اند سيركل، استمع وضع دائرة حول الاجابة الصح. يا سير انا قريت وحليت لوحدي، اصحى، انا قريت وحليت لوحدي. لا غلط، امال ايه؟ اقرا واستنى السير او المس لما يجي يقول لك يلا يا حبيبي نحل الليسننج. السير هيقرا قطعه، وانت بعد ما بيقرا قطعه السير بتبدا تحل اجاباتك انت، ما تحلش قبل الاستماع. ده السؤال الاول. السؤال الثاني برضه ليسن اند كومبليت. يا سير انا كملت الجمل من نفسي. غلط، ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ لازم استنى السير او المس في المدرسه لما تيجي تقول لي يلا حبيبي نحل سؤال الليسننج الثاني، اسمع
وأكمل بالكلمة اللي ناقصة، أسمع وأكمل بالكلمة الناقصة. عشان كده قلنا حفظ الكلمات كان مهم. بعد كده السؤال الثالث بيجي لي حاجة من اتنين، يا إما محادثة زي اللي قدامي دهيت، يا إما قطعة وبكمل فيها بكلمة زي القطعة اللي احنا بنحل فيها من أول السنة، كمل بكلمة. يعني سواء كانت محادثة أو قطعة ومديني أربع كلمات وبيقول لي كمل بكلمة منهم، خلاص يبقى لازم أقرأ المحادثة ككل عشان أبدأ أقول له آه دي تبقى نمبر 1 واكتبها، دي نمبر 2 واكتبها هنا، ودي نمبر 3 واكتبها هنا. ده السؤال الثالث في ورقة الامتحان. السؤال الرابع عبارة عن قطعة. القطعة قد تكون من الممكن إنها تكون من موجودة من عندي من الكتاب، أو قطعة خارجية. يعني يصير قطعة خارجية يعني جه وقال لي في ولد اسمه عمر عنده 10 سنين بيروح مدرسة اسمها كذا، وبابا دكتور ومامته مدرسة، عمر بيحب أسرته، عمر بيحب أخته، ودي يديني عليها أسئلة. عادي عادي خالص، ده أنا في سنة رابعة، أنتوا في رابعة طب السنة دي، تمام. يبقى إذن مش ضروري إنه يجيب لي نفس القطعة اللي بتكلم عن الانشنت ايجيبشنز أو الكوميونيتي. أوكي ده وارد وده وارد. فإحنا طبعا أنا لما أجي أقرأ قطعة زي دي، لا ده أنا بقول لك عمر، وعمر عنده 9 سنين ولا 10 سنين، وعنده أخ وعنده أخته وباباه ومامته، وبيبوز باباه ومامته قبل ما بينام، دي فيها إيه الصعب فيها؟ ما أناش عارف. إنما ده أنا جايب لك هنا كلاكيعة، هي أنا جايب لك هنا حاجات صعبة جدا، حاجات تقيلة، لكن هي دي اللي أنت درستها. فلو جات لي قطعة زي دي أوكي، ما جاليش زي دي ما فيش مشكلة، بنقرأ الأول وأبص على الأسئلة بقى. ركز ركز على الجملة اللي موجودة قدامي، وببدأ أشوف أشوف الكلمات اللي هنا، وأطلع أقارنها بالكلمات والجمل اللي موجودة عندي فوق، وأبدأ أختار. بيقولنا بيجي لي نقطتين اختياري، وبيجي لي نقطتين أسئلة مفتوحة. النقطتين اختياري خلاص أنا أخدت دايرة، أو أخدت خط تحت الإجابة، أخدت خط تحت الإجابة أو دايرة. طيب وهنا ممكن أكتب إجابة مختصرة، أو عايز تكتب لي الإجابة كاملة من فوق اكتبها من فوق. كرافتس يعني حرف، حرف حرفة صنعة، تمام يا جودي؟ لما بتكلم اسكتي، أنا خلاص سؤالك وصلني وهجاوبك. باجي بعد كده لجزئية الستوري. الستوري هنبص فيها بصة سريعة تاني، هنبص فيها بصة سريعة كلها تاني، عشان لما اجي اقول له صح او غلط ابقى متأكد. بيجي لي نقطتين ترو فولس، ونقطتين تشوز ذا كوريكت انسر. بعد كده بيجي لي اربع جمل تشوز على الجرامر. على الجرامر هي اي دي، هي واز ولا وير، هي فعل باس ولا مش باس، هي هيز ولا هير، هي يورز ولا يور. الجزئية الاربع جمل جرامر اللي عندنا في المنهج. بعد كده بيديني جملتين ريارينج، ترتيب ترتيب. بعد كده اخر سؤال، وهو سؤال الرايتنج الكتابة، اللي هو هنا مثلا بيقول لي اتكلم عن يور كوميونيتي، ومديني اسئلة بحيث ان انا اجابتي على كل سؤال تديني جملة. طب يا سيدي انا كتبت من دماغي وما بصيتش في الاسئلة، مفيش مشكلة اجابتك صح برضو. اهم حاجة اراعي ان انا ببدأ كابيتال، بانهي بالفلسطوب، ابدأ كابيتال فلسطوب كابيتال فلسطوب كابيتال فلسطوب لحد ما اكتب لي 5-16 جمل. طيب 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 حاجة تانية حاجة تانية حاجة تانية يا سير، انا جيت اكتب هنا في الباراجراف ما كانش فيه في دماغي حاجة ومش عارف اكتب ايه. حبيب قلبي ركز واستفيد من الجمل اللي موجودة معاك في الامتحان، استفيد من ورقة الامتحان. ازاي يا سير هستفيد من الامتحان؟ يعني حبيبي انت عندك جملتين ترتيب، من الممكن ان يكون فيهم جمل او الاتنين مطلوبين في الباراجراف. عندك اربع جمل اختياري جرامر، من الممكن ان نستخدم منهم جمل في الباراجراف. عندك قطعة كاملة، قطعة باسئلتها، من الممكن ان يكون القطعة نفس الموضوع واحد او بيتكلموا عن فكرة واحدة.
عندك محادثة ممكن أخد جمل من المحادثة تفيدني في الباراجراف اللي أنا بكتبه، عندك listening وlistening من الممكن إن يكون عندي جمل هنا متكررة وألاقيها وحلوة معايا في الباراجراف اللي عندي. أهم حاجة أفهم وحدد هو إيه الباراجراف اللي مطلوب مني. تمام، ده بالنسبة لشكل المراجعة بتاعتنا في الـ Connect Plus. نفس الطريقة اللي شفنا بيها يونت 3 هلاقي نفس الحكاية في يونت 5 أهوت، نفس الحكاية اللي هو التدريب اللي عندي أكمل، بعد كده جمل الاختيارات اللي عندي على his ولا her ولا their ولا is، بعد كده أهم المحادثات بالإجابات اللي احنا حلينها مع بعض في الكتاب، حلينها مع بعض في الكتاب أهي مرة تانية للمراجعة. هاجي بعد كده امتحان على يونت 5، امتحانين اللي هو على يونت 3 اللي انا لسه قاري معاكم دلوقتي وبوريكم منه شكل الامتحان، والامتحان التاني اللي على يونت 5 دول يتحفظوا زي اسمنا، يتحفظوا زي اسمنا. تمام، ده بالنسبة للامتحانين هم ومحلولين. هاجي بعد كده، هاجي بعد كده مديني جزئية الستوري موجودة عندنا وكتب الإجابة، هنراجع عليها مرة تانية بإجاباتها كلها سواء صح وغلط أو الاختيار. مدي لك هنا مجموعة نماذج من أسئلة الستوري المهمة اللي بتأمني في أسئلة الامتحان. أوكي، بعد كده في إيه يا سير تاني؟ بعد كده بعض القطع أو بعض الأسئلة المهمة اللي ممكن برضو تكون موضع لامتحان، بعض الأسئلة اللي ممكن تكون موضع لامتحان، يعني حتت مهمة، حتت مهمة من امتحانات آخر السنة. فالناس تركز شوية ما نضيعش تعبنا ومجهودنا في الأرض. أوكي يا شباب، أوكي يا سير، أوكي يا سير، أوكي يا سير، أوكي يا سير، ماشي. أمال إيه آخر ورقة؟ آخر ورقتين دول إيه يا سير؟ دولت جزئيات الليسنينج، ده الليسنينج، ده الليسنينج اللي هي زي الباراجرافز أو الليسنينج يعني. ده المفروض السير لما يدخل في الامتحان يقرأ لك القطعة دي كلها وانت تحل بناء على اللي انت سمعته منه. تمام؟ ما ننساش نراجع الباراجرافز المطلوبة مننا في المهمة كويس، ونرسم ونلون ونحسن خطنا، وما نستعجلش، ما نستعجلش، نروق كده واحدة واحدة عشان دول 35 درجة ما نضيعهمش في الأرض. أوكي، خلصناش بقى يا سير، خلاص بقى. Good night. Good night.